شوطنا الخامس عشر في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم، وشوطنا الخامس عشر الخاص هنا باللقاية القعدان المحليات الأصايل، هنا أيضا من هجنة أصحاب السمو الشيوخ هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نتابع الصدارة، نتابع هملول من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللوهيبي الظافر من يقدم على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والمنطلق هنا الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز الثالث والمنطلق هنا مسامح لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيج الرميثي في تضميره، ومن الجانب الآخر أرى هناك الانطلاق في هذه اللحظات والتحدي من شاهين لسمو الشيخ، ولكن التدخل هنا من هملول من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللوهيبي، والوصول من مكلف لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين، ويأتينا هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم سادسا مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وفي المركز السابع الشارد في المركز السابع لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي بن عبد الله آل ثاني محمد بن محمد السندوانة في تضميره، وصل الأسد لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني مسفر بن علي بن عبيد السناري في تضميره، من ينطلق في هذه التحديات الجميلة الوصول والقادم هنا في هذه اللحظات شكلان سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتعب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدمه، وصل هنا معاتب لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس لنيبي في تضمير، وعاشر المراكز لافي من هجن الغرافة لسعادة الشيخ فيصل بن محمد بن قاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي في تضميره. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بالتحدي، المنطلقة بالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لنا عودة إلى صدارة، لنا عودة إلى هملول المنطلق على صدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في مع اللقاية القعدان المحليات الأصايل. المركز الثاني هملول أيضا من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللوهيبي الظافر من يقدم الهماليل في هذا الصباح المميز الجميل هنا، والانطلاقات الجميلة سيارة هناك للفائز بالمركز الأول. وصلوا شكلون الله الله الله، يتسلل من مركز إلى مركز، دعناه في التاسع هو يصل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. شكلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من قدم السالمية صاحبة أفضل توقيت زمني حتى هذه اللحظة في سباق هذا الصباح المميز الجميل. 7:20 هو توقيته الزمني، هنا يقدم لنا شكلان بهذه الانطلاقة. وصل هنا الأسد لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني مسلم بن علي بن عبيد السناري في التضمير على المركز الرابع، وفي المركز الخامس لهذه الانطلاقات الجميلة وصل الواعي من هجن الشحانية مع الحوت محمد بن خالد العطية، ومعاتب هنا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع الزعيم محفوظ بن خميس لنيبي في تضميره. القادم شاهين من هجن العاصمة بقيادة هنا أيضا غياث الهلالي من يأتينا على المركز السابع المركز الثامن، هجن مسيكة قادمة هنا
في هذه اللحظات مع هملول او المسك القادم بقيادة سالم بن سلم بن غزول العامري. هنا المنطلق وعشرا يأتينا مياس من هجر العاصمة بقيادة غياث الهلالي. اعود الى هملول، اعود الى هملول على الصدارة، هملول على المقدمة على المركز الاول يسيطر على زمام الامور. هملول هملول من هجر الرئاسة بقيادة المضمر علي بن يميل لوهيبي وشكلون في المركز الثاني، شكلون في المركز الثالث مشق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابعه. هنا المتعب الصغير التضمير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، ولكن هناك هملول 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 مع الظافر مع ابو اليمايل. هملول من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل لوهيبي من سيطر على زمام الامور، سيطر على الصدارة على المقدمة على المركز الاول وصدورة هذا الشوط. تشاهدون على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول هو الصدارة في هذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا تهانينا لهذه المؤسسة العملاقة والنقطة الثالثة في صباح هذا اليوم. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للظافر علي بن ميل شكلان في المركز الثاني، ثم شق حملان بن رهب سعيد المكتوم المركز الثالث. من وصل هنا الواعي من هجن ايضا الشحانية والوصول هناك هذه الانطلاقة من الغزال لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. ومياس في المركز الخامس من هجن العاصفة. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ضعناها على حضراتكم في هذه الانطلاقات الجميلة. واستطاع هملول هنا من هجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن يمي اللوهيبي من يقدم لنا هذه الانطلاقات الجميلة هنا والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. قاطعا مسافة الخمسة كيلومترات هذه اللقطات الجميلة، ها هي لقطات متميزة أيضا يتابعها مخرج هذا النقل، وها هو التوقيت الزمني الذي يتابع هملول إلى خط النهاية. سبع دقائق سبع وعشرين ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لهجن الرئاسة وللظافر علي بن ميل لوهيبي، بينما المركز الثاني كان الانطلاق مشاهدينا الكرام من شكلان اسمه شيخ حمدان بن رهب سعيد المكتوم مع المتعب الصغير سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. 7 دقائق 29 ثانية وجزئين من الثانية، بينما ثالث مراكزنا كانت الانطلاقات والتحديات من الواعي من هجن الشحانية بقيادة الحوت محمد بن خالد العطية. قاطعا المسافة في توقيت زمني مقداره هناك 7 دقائق 32 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس للجميع.